ليس غريبا أن تصنف سيدي بوسعيد من بين أجمل القرى في العالم. هذه القرية السياحية تتميز بموقعها الساحر، فهي تتربع على أعلى منحدر صخري لتشرف من علنا على قرطاج المدينة التاريخية وخليج تونس. حطوها في المرتبة 13، المايين نورمالمون في المرتبة الأولى من أعز المناطق. يعني تجي تشوف سيدي بوسعيد تطلع على الفيلا بتاع البرد البحر من أعز المناطق. إلى جانب إرثها التاريخي وطبيعتها الجميلة، تتميز سيدي بوسعيد بفن معماري خاص، فمن يجوب شوارعها يرى اللونين الأبيض والأزرق اللذين يميزان شرفاتها وواجهاتها. الزوار يتوافدون على هذه القرية لحيويتها وحركتها التجارية وتنوع الحرف فيها، وكذلك لمطاعمها ومقاهيها التي تجمع بين الأصالة والحداثة.